سمعنا وشفنا سيارات تشتغل بالطاقة الشمسية وسيارات تشتغل على الكهرباء، وفعلا انتشر فيديو من فترة في السوشيال ميديا لأحد السيارات اللي تشتغل عن طريق الكهرباء ويمتلكها الشيخ محمد العبد الله المبارك. لكن سمعتوا عن سيارة تمشي بديزل بيولوجي، يعني شيء جديد راح يكون بديل الوقود، ويمكن بعد نحل في سالفة ارتفاع الوقود. كل هذا راح تعرفونه وأكثر مع مخترعة أو فريق مخترع كويتي، لكن بعد هذا التقرير. أرحب معكم بضيفتنا دعاء الدويخي، هي عضوة في فريق مشروع الديزل البيولوجي. طبعا احنا نفتخر في شباب وبنات الكويت، انجازاتهم كثيرة، ودائما هذا هدفنا في قناة المجلس وبرنامج جلب الكويتي، ان نظهر الانجاز ونظهر ابداع الشباب. الله يحفظك. يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة. الله يسلمك. كلميني عن هذا المشروع، هل فعلا الحين اللي قاعد تسوينه انت واللي شفناه بالتقرير هذا راح يغنينا، يعني لا بنزين لا ديزل؟ اي، هو فكرة مشروعنا ان احنا بننتج ديزل بيولوجي نستخدمه كوقود بديل عن الديزل الاحفوري اللي احنا كان نستخدمه ان يشغل مكان الديزل بجميع انواعه. نعم. فبالبداية قمنا عشان احنا ننتج هذا النوع من الديزل، واللي خلينا نقول هو يعتبر ديزل يعني صديق للبيئة. نعم. فقمنا اول شيء جمعنا عينات من زيوت الطعام المستهلكة عندنا من مجموعة من المطاعم والوجبات السريعة ومن المنازل ايضا. يعني هو من زيوت الاكل؟ اي نعم. نباتية ولا حيوانية ولا نفس الشيء؟ نباتية عادي. نعم. اي، ومن بعدها راح تمر هي بمراحل عشان نعم. يتم تحويل هذه الزيوت او المخلفات لديزل بيولوجي. حلو. بس بحيث ان احنا نخلي خصائصها متقاربه جدا مع الديزل الاحفوري. ممتاز. ومن بعدها جينا طبقناها على السياره مثل ما شفنا بالفيديو. نعم. وقارنا الكفاءه حق كل ديزل بيولوجي ومصدر المواد الاوليه اللي نتج منها سواء كان من المطعم او من البيوت. ممتاز، هذا الموجز. الحين ناخذ التفاصيل. بدايه، هل هي براءه اختراع انتم وابتكرتوها اخترعتوها، ولا شيء جايكم من برا وانتم طورتوها؟ اي نعم، هي فكره موجوده برا. نعم. لكن احنا اللي كنا نبي نسوي ان نثبت هالشيء ممكن نطبقه هنا عندنا بالكويت، ونستخدم هالوقود ك يعني مساهم وقود بديل. نعم. هو حاليا احنا قاعد نحاول نطور بالمنتج هذا عن طريق استخدام نانو تكنولوجي عشان نقدر احنا نزيد من الكفاءه مالته، وبحيث ان نخليه بعد يتلائم مع جو الكويت بنفس الوقت. نعم. فإن شاء الله وبعدين بالمستقبل نطمح نقدم براءة اختراع. نعم، هذا إن شاء الله احنا نفتخر فيه ونتمنى. أنت تدرسين طبعا في الجامعة الأسترالية، وهذا كان أنت ومعك بنتين؟ أي ثلاثة وأربعة. هذا مشروعكم في الجامعة، فإذا تطور فهل راح تكبرونه وتضخمونه؟ إن شاء الله. أي أكيد، احنا نطمع من هالشيء، والحمد لله قدرنا السنة طافت إن احنا نشارك بأحد المؤتمرات الخارجية بدولة الإمارات. نعم. وقدرنا ايضا نفوز جوائز على هالمشروع. جبتوا جوائز؟ اي نعم. ممتاز. الحمد لله. الحين اذا هذا المشروع تم، يعني اللي شفناه انا شفت بقي، يعني تجربتوا على بقي وسيكل؟ إيه ولا اي، يعني تعتبر عربه صغيره خلينا نقول. نعم. او الكارت يعني. نعم. يعني وشون الكفاءه مالتها، السرعه مالتها؟ يعني هي يعني خلينا نقول حق كفاءتها وسرعتها تعتبر افضل من الديزل الاحفوري. فاحنا هم محتاجين ان يعني خلينا نقول كائن تكون يعني عشان تساعدنا ان احنا نسوي نزيد كفاءتها، يعني هالشيء عندنا يعتبر نقص شوي، فمحتاجين يعني اللي هو خلينا نقول ماشينز عشان يزيدون من كفاءتهم، وبنفس الوقت نخليها تلائم جو الكويت عندنا. نعم. وهل ممكن تتطور وتستخدم لسيارات الديزل والشاحنات؟ اي نعم. هذه هو فكرتنا، انه عشان يكون بديل عن الوقود الاحفوري. يكون أيه. بديل. وحاليا انتم قاعد تنتجون عينات. اي. ما قاعد تسوون مثلا كميات؟ لا لا لا، حين تونا. نعم. ومبلشين في هل اماكن معينه لاستخدامه، يعني اللي بياخذ يبي يستفيد منكم وفعلا يكون صديق للبيئه، فشلون يقدر أيه. يوصل لكم؟ هو لنا حاليا مثل ما قلت لك، يعني لنا الحين تونا بدايه المشروع. نعم. ولحين قاعد نشتغل عليه ونحاول نطور بالمنتج نفسه ان شاء الله. فمع الوقت يعني ان شاء الله راح نطمح ان نحاول نوعي المجتمع اكثر ايضا عن الموضوع، ويتم استخدامه اكثر عندنا هنا. نعم. وطبعا اكيد في صعوبات لاي مشروع، يعني خصوصا أي. هذا الشيء يعني كيميائي، كيميكال ومواد واشتعال وكذي، وانتم الفريق هو فريق بنات، فما كان في خوف؟ اهلكم ما خافوا عليكم؟ لا، طبيعي يكون في يعني، بس لازم الواحد شوي يعني يشد على نفسه ويحاول يعني خلينا نقول هي جوز اوت اوف هيز بوكس يعني بنفس الوقت. تطلعون من الحيز اللي انتم فيه. نعم. شلون كان الدعم اللي لكم، يعني سواء كان من الجامعه، من الاهل، من اقربائكم؟ والله احنا الدعم الاكبر يعتبر من معهد الكويت للابحاث العلميه. نعم. يعني فعلا ما قصروا معنا، وايضا تلقينا بعض خلينا نقول اهتمام من يعني جهد من المهتمين عندنا، وكافي اهل يعني الدعم الاهل عندنا. نعم. والمعهد الابحاث يعني انت يعني اوريدي موجوده فيه صح يعني؟ اي انا لا بالجامعه. نعم. لكن هم كانوا الدعم الاكبر لنا، ساعدونا في المشروع. نعم
نعم. فأنت يعني لأن شنو في كثير مثلا اللي يسوون مشاريع للأسف يعني يكون للمعهد الأبحاث دور وياهم، لكن يعني ما يضيفون الدور للمعهد الأبحاث. معهد الأبحاث ما شاء الله يعني يساعد الشباب وينجز الكثير، فأنت ايش رأيك بالتعاون اللي كان بينكم وبين والله صدق يعني فعلا ما قصروا معنا بأي شيء. وهو شلون تعرفنا عليه؟ عن طريق المهندس ناصر الصايغ، واللي كان أحد دكاترتي بالجامعة. نعم. درسني خلال سنة أولى، فهو اللي عرفني على المشروع وقال لي عنه وصرت من ضمنه. يعني هو بنفس الوقت كان يشتغل في معهد الكويت. نعم. فقال لنا عن المشروع ومنها بلشنا نشتغل عليه. نعم، فأشو يعني كان في تعاون كبير. وطموحكم المستقبلي يعني أنتوا الحين في بداية المشروع وراح تأخذون عليه بعدين براءة اختراع مع طبعا تكويت هذا المشروع، فهل تحلمين بأن تصير شركة كبيرة وتستثمرين فيها ولا خلاص هي عملية بحث ودراسة ومشروع تخرج؟ لا بالعكس، يعني انا ودي ان هالشيء اصلا يتم تطبيقه عندنا بالكويت. يعني فعلا يعني مو بس احنا راح نستفيد بنفس الوقت، راح نفيد ديارتنا بنفس الوقت. نعم. فله دور كبير يعني وايد، فان شاء الله يعني ناسس شركه ونبلش نطبق هالشيء عندنا. نعم، احنا هذا اللي نتمنى ما شاء الله. يعني شباب الكويت في هذا البرنامج يونا كلهم يعني كان عندهم براءه اختراع او تطوير اختراع، وهو يكون سبحان الله مشروع لتخرج لجامعه، لكن نبي المثابرة بأن هذا يكبر المشروع ويصير خلاص يعني يصير شغلك الخاص في المستقبل. فأنت هل جاهزة لهذا الموضوع دعاء؟ إن شاء الله دائما أكون جاهزة حق الأشياء إن شاء الله يا رب. طبعا دائما دولة الكويت يعني تفتخر أكيد بكل شابات الكويت في كل المجالات، فشفتي هل في أيضا دعم إعلامي لكم؟ دعم الإعلامي يمكن مو وايد، يعني احنا محتاجين اعتقد دعم مادي اكثر. نعم. وايضا انه يتم خلينا نقول عندنا يكون نظام عشان يجمع خلينا نقول الزيوت المستهلكه ويتم معالجتها هنا عندنا بالكويت ايضا. لان انتم الحين قاعد تفترون على المطاعم. أي. وعلى البيوت، يعني البيوت يعني باستخدام بسيط، لكن المطاعم ما شاء الله كثيره. صح. فهل تدشون على المطعم وان اعطوني اللي عندك؟ فهو هو يخاف يعني ايش بتسوون بالزيت؟ اي لا، هو يعني عندنا مطاعم معينه. نعم. ما رحنا حق اي مطعم. نعم. فالحمد لله ساعدونا ما قصروا معنا. نعم. وبلشنا احنا ناخذ منهم من الزيوت وكذا. نعم. والدعم المادي يعني شنو الخطه اللي حطيتوه بانكم تجيبون هذا الدعم المادي؟ يعني محتاجين خلينا نقول ان نفس ما قلت ان اجهزه متطوره تكون عشان تكون يعني قادره انها تزيد الكفاءه حق هذا النوع. سعيتوا حق راعي يرعى هذا المشروع سواء كانت شركه عامه كان يعني تاجر خير وكريم؟ حاليا نحن لا، بس يعني محتاجين دعم اكثر خلينا نقول مؤسسات بالدوله هنا. نتمنى ان شاء الله بان هذا المشروع يكبر ويحل لنا قضيه سياسيه موجوده بالكويت، تدري ارتفاع الوقود والديزل فلنا الحلاله. اخر سؤال يمكن هو بعيد يعني عن هذا المشروع، انت دعاء ايضا بعد انت رامي صح بطلت الرمي، وين وصلتي في هذا المجال؟ هو حاليا صار لي 7 سنين تقريبا في هالمجال. نعم. ويدي الله يرحمه هو اللي بلش هالشيء. يعني هو ما شاء الله من وهو صغير يعني كان طول حياته تقريبا يرمي. نعم. ومنها تعلمت امي. وبعدها امي نقلت لنا انا واختي وراثه. اي وشنو؟ نعم. البندقيه ولا بندقيه 10 متر. اي نعم. بس حاليا يعني موقفه ليش ظروف دراسه وكذي. نعم. بس الحمد لله يعني ان شاء الله اتمنى استمر. الله يوفقك ان شاء الله في كل مجالاتك الدراسيه والعلميه. شكرا. والرياضيه. اذا عندك كلمه اخيره دعاء. كلمة أخيرة أبي أوجهها حق الشباب والشابات الكويت. نعم. إن لا يطوفون أي فرص لهم مثل هذه، يعني فعلا تجربة لا تنسي، ومنها يعني هو راح يستفيد وإن شاء الله يفيد ديرته بنفس الوقت. أكيد، وإحنا دائما نفتخر فيكم. اليوم كانت معنا دعاء الدويخي عضو فريق مشروع الديزل البيولوجي. أدي لكم إن شاء الله.